راه ضحيه من هاد الضحايا اللي في المعمل ديال السيكوم، ويعني خدمت 26 عام. حنايا 700 ديال العمال اللي هما ضحيه في مدينه مكناس، عمال السيكوم. الملف ديالنا بلا ما نعاود نطول على الناس، بان الملف ديالنا طلع للبرلمان ورجع بدون نتيجه، مشى للبرلمان ورجع بدون نتيجه. هذا سؤال كيتطرح على المسؤولين، علاش الملف ديالنا يرجع بدون نتيجه؟ واش مدينه مكناس ما كايناش في الخريطه ديال المغرب؟ واش مكناس ماشي داخله في المملكه المغربيه؟ حنا يحلوا لنا المشاكل ديالنا. الملف ما وصل حتى شي نتيجه اللي نخدموا بما يرضي الله. كيتفلاو علينا هاد الناس، والحكومه ما نصفاتناش، ما درتناش حقنا. واش مكناس ما كاينش في المغرب؟ الا حنا ماشي مغاربه يهزونا يرميونا، يديونا الحدود ولا يشوفوا فين يرماونا. حنا خدمنا 40 عام وتنصب علينا، يستحيل ان حنا غنسمحوا في 40 عام، ما يمكنش غنسمحوا في 40 عام. اما غنشدوا حقنا واما غنموتوا، والا وقعت شي فتنه في المدينه او في البلاد او شي موت او شي ضحايا سببها المسؤولين اللي اداو القسم وما كيديروش الخدمه ديالهم. المسؤولين اداو القسم باش يخدموا البلاد وما كيديروش الخدمه ديالهم. الملف ديالنا فيه تحايل، فيه نصب، فيه وزير الشغل، فيه خص يدخل له وزير الشغل ويدخل له وزير الداخليه ووزير العدل، لان فيه احتيال وفيه النصب. ما كاين حتى شي نتيجه، وكيتفلاو علينا، والناس كتموت، عندها قروض، عندها ابناك، عندها دراري كيقراو، الناس جاعت، الناس عندها امراض مزمنه، كل شيء اصبح في خبر كان. ما بقات لا ميتيال ولا ضمان اجتماعي ولا عمل، كل شيء اصبح في خبر كان. بالنسبه للناس 700 كتضربها في خمسه كتعطيك 4000 اللي غتشرد مدينه مكناس، والمسؤولين كيتفرجوا فينا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. انا خدمت 24 عام ودابا حنا في الشارع ديال الملف ديالنا. حنا الملف ديالنا وصل حتى لوزير الشغل وما تشافناش الحل، حيت الملف ديالنا فيه السميه ديال ولد الانصاري والسميه ديال ولد العالمي التادي، داكشي باش ما شافوناش الحل. دابا حنا وزاره الشغل ما شافناش الحل، شكون اللي غيشوف لنا الحل؟ فين هي الوزاره؟ فين هما الحكومه؟ فين الناس اللي تيحكموا هاد البلاد؟ فين همايا؟ كنطلبوا غير حقنا. حنا راه خدمنا وما تخلصناش، كاين شي واحد تيخدم ما تيتخلصش، حنا خدمنا وما تخلصناش. المهم دابا حنايا هنايا 700 ديال العمال تم نصب علينا بواحد الطريقه محترفه، نصب ديال نصب احتيال من طرف جوج المجرمين اللي هما التادي والانصاري. المهم لحد الان الملف ديالنا حنايا دابا كاين ملف في محكمه ديال الافراغ. دابا حنا مسيو الوالي ديال جهه مكناس وفاس قال لك الا بغيتو تخدموا غتسني واحد الالتزامات باش تدخلوا تخدموا، التزامات ما تغيبش، ما تمرضش، ما تدافعش على راسك، ما ديرش النقابه الى اخره. حنايا دابا السي الوالي تتقول لنا نسني التزامات، واش في خبرك بالله ان راه التاتي داير دعوه ديال الافراغ؟ حنا كاع سنا هاد الالتزامات، راه كاينه دعوه ديال الافراغ ودعوه ديال الافلاس. تنسيت حقوق المراه يا 700 مراه مرميه في الشارع، 700 مراه 700 مراه 4 شهور وهي كتعاني، ما كاين لا حقوق المراه في هاد البلاد، لا حقوق الانسان، لا حقوق الطفل، حتى شي حاجه. الناس حنا دابا خرجنا وليداتنا من المدرسه، هما وليداتهم يقريوهم، حنا وليدات الشعب راه قالت انت تيدورو، ما قالش باش نقريو وليداتنا، سمعتيني؟ هما يقريو ولادهم في المدارس الكبرى، وحنايا ولادنا يجلسوا وليدات الشعب يجلسوا ما يقراوش ماشي مشكل، هما يديروا فلوسهم في الابناك. حنا كنا خدامين وتنكملوا الشهر بالكريدي، ودابا اللي ما خدامين شنو غنديروا؟ نقتلوا الروح، نمشيو نسرقوا، نمشيو نذبحوا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية نضالية للعمال في اطار المعارك اللي تتاخذها هذه المؤسسة والعاملات عمال مؤسسة سيكوم. لحد الساعة الملف هو ما عرفناش لحد الساعة ما تدخل تاحد، ربما على حسب الأصداء كاين تحركات، ولكن النتيجة لحد الساعة مازال ما كايناش. الملف كما تتعرفوا بأنه فيه نصب واحتيال من طرف التازي رب المؤسسة بمساعديه، هما اللي بان في الساحة هو الأنصاري وآخرين لم يظهروا لحد الساعة في الساحة. الآن يا أخي هي هاد الناس هادو هادي 3 شهور ونيف وهما في الشارع لحد الساعة. حنا تنعرفوا المغرب البلاد ديالنا الحبيب هو أنه في واحد على واحد الصفيح ساخن، تنجدوا الغيورين في المدينة وفي الدولة أنهم يدخلوا لحل هذا المشكل قبل فوات الأوان، قبل أن يطرأ ما وقع في مناطق أخرى.
لحد الساعه العاملات مازال بالاجهزه اللي تتسيرهم المكتب النقابي والاتحاد المحلي للكونفدراليه الديمقراطيه للشغل بالمكتب التنفيذي بالمستشارين في مجلس المستشار المجموعه الكونفدراليه في مجلس المستشارين لحد الساعه هما مازال ضابطين الامور، ولكن ما يقع عيب وعار في هذه المدينه، هذه عيب وعار في الدوله، ان 700 عامله وعامل اغلبيتهم هو نقدر نقول حتى 94 95% كلهم نساء، كلهم عندهم مسؤوليات، عندهم التزامات، عندهم واحد الثقل اللي نقدر نقول واحد النسبه لا باس بها، هما ارامل تيشتغلوا على عيال، على اطفال اللي تابعهم التدريس تابعهم كذا، واحد النسبه منهم اللي وقفوا التلاميذ ديالهم على التمدروس في الساعات الاضافيه ولا في المؤسسات الخاصه. علاش؟ الوضع الراهن اللي تيعيشوه في الازمه الاجتماعيه اللي تيعيشوها، ففي الحقيقه ما عندي ما نقول، لان لحد الساعه شي حاجه جديده في الساحه كمسؤول داخل المكتب النقابي ديال هذه المؤسسه على هذه العمال، فراه لحد الساعه ما كاينش شي جديد. فتحيه نضاليه للصحافه اللي في المدينه تتباشر وتتواكب هاد الاحتجاجات اليوميه ديال هاد العاملات والعمال، وتنحيي الصمود ديالهم والمثابره ديالهم على حقهم. وما بقى لي ما غادي نقول الا غادي نختم بالتحيه النضاليه لكل فعاليات المجتمع المدني والاحزاب اللي علنات على التضامن ديالها، على الصحافه اللي مواكبه الاحداث، وعلى التنظيم اللي تنتمي له الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل. وشكرا.